السفينة والاعتداء على من فيها وإزهاق حياتهم في المياه الدولية، وبالتالي هذه منطقة ليست لها أي علاقة بالسيادة الصهيونية. ثانيا، تم استخدام جريمة الإرهاب والترويع ضد من كانوا موجودين على متن السفينة. ثالثا، قامت بإزهاق حياة جزء كبير من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني. رابعا، هذه القافلة خصصت لتقديم الخدمات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي اعتراض هذه السفينة وقتل من فيها وأصابة البعض الآخر تشكل جريمة ضد الإنسانية. وبالتالي العالم يقف اليوم ليقول لم نعد نقبل أن تكون دولة الكيان الصهيوني دولة مارقة على القانون، لم نعد نقبل مواصلتها لارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد المتعاطفين معه. نعم أستاذ كارم، يعني هذه الجريمة يندى لها الجبين، هل تتوقعون أن تسرع هذه الجريمة من وتيرة كسر الحصار؟ هل ستكون بداية النهاية للحصار الجائر طبعا على يعني على غزة يعني وعلى أهالي القطاع؟ يعني دعنا نتحدث أكثر عن هذه طبعا التوقعات. يعني بداية الحصار هو يعني جريمة أخرى مارسها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، لكن هذه الجريمة هي نتيجة لجريمة أكبر وهو وجود الاحتلال ذاته. لذلك يعني طالما الاحتلال الصهيوني بقى جاثما ستستمر الانتهاكات ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعليه يعني نوجه سؤال للعالم، هل من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره؟ إلى متى سيبقى العالم صامتا عن هذا الاحتلال؟ وبالتالي الحصار هو نتيجة لوجود الاحتلال ذاته. أما فيما يتعلق بجزئية الحصار، وبالتالي هناك فرص يعني واسعة، هناك فرص قوية إلى إنهاء هذا الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة إذا استمرت يعني قوافل الحرية، خاصة إذا كان في موقف عربي يعني جاد وحازم بإنهاء هذا الحصار الظالم على أبناء شعبنا. لكن يعني الإجراءات اللي بتتبعها الحكومة الصهيونية لم تعد مقبولا دوليا، ويجب استثمار هذه المظاهرات والهبات الجماهيرية اللي عرضها تقريركم في الضغط ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي، على دولة الاحتلال، على الدول العربية ذاتها لإنهاء هذا الحصار الظالم. نعم، يعني هل تعتقد سيد كارم أن ردود الفعل والاستنكارات التي عمت العالم أجمع ستشكل ورقة ضغط ضد الأنظمة لحثها من أجل التحرك على كسر الحصار؟ يعني بداية إدانة هذا الحدث وتشكيل لجنة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان هي خطوة جيدة وإيجابية. لكن في ذات الصدد يعني احنا عندنا جرائم سابقة ارتكبها الاحتلال الصهيوني أبان العدوان الأخير على قطاع غزة، وكان في هناك توصيات في التقرير بمحاكمة مجرمي الحرب الصهيونية. لذلك العالم اليوم يعني أمام خيارين، إما الإنسانية وحقوق الإنسان والعدالة، وإما دولة الاحتلال الصهيوني التي باتت جرائمها تطال يعني جنسيات أخرى غير الشعب الفلسطيني. بداية يعني الاحتلال الصهيوني مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية عن نتائج هذه الجريمة، وبالتالي في هناك نوعين من المسؤولية المدنية التي تترتب على هذه الجريمة. المسؤولية الأولى هي المسؤولية المدنية، والتي تنطوي على في إطار تعويض الضحايا وذويهم نتيجة هذا الفعل الإجرامي. المسؤولية الثانية هي مسؤولية جزائية التي تنطوي على محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على هذه الجريمة. يجب أن يستمر الدفع باتجاه تقرير جولدستون، يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة اتجاه الجريمة التي ارتكبت ضد قافلة الحرية، وبالتالي مواصلة الضغط من أجل محاكمة مجرمي الحرب. يعني على أمل أن نصل إلى محاكمة هؤلاء المجرمين، السيد كارم نشوان رئيس التجمع الديمقراطي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. طبعا نحن نبقى في طبعا في نفس الإطار وفي نفس الموضوع. طبعا ممثلو أحزاب
يعني نحن شاهدنا الكثير من التنديدات، الكثير من الاستنكارات بكل أنحاء العالم، حيث ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وحقوقية طبعا نددوا خلال وقفة احتجاجية نظمت بالرباط بالجريمة التي ارتكبها كيان الاحتلال في حق قافلة الحرية. سوسن، رفع المتظاهرون شعارات معادية لإسرائيل والولايات المتحدة وأخرى منددة بالبيانات العربية التي لم ترق فيما يبدو لمطالب الجماهير الشعبية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الموت! 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 الجريمة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد قافلة الحياة أججت مشاعر الغضب والكراهية ضد هذا الكيان، مشاعر عبر عنها المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالرباط للتنديد بهذه الجريمة من خلال إحراق علم هذا الكيان ومن خلال شعارات وصفته بالكيان الدموي والإرهابي. الجريمة اليوم هي تجاوز لكل الحدود، تجاوز لكل القوانين، تجاوز لكل الأعراف، تجاوز لكل القيم وكل الأخلاق. تدين الجريمة المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني الفاشيستي، لكننا في نفس الوقت نعرف أن من يقف وراء الكيان الصهيوني هي الإمبريالية الأمريكية. وإذا كان قراصنة كيان الاحتلال نفذوا جريمتهم التي وصفت بالبربرية والهمجية، فإن المتظاهرين اعتبروا بعض الدول العربية مشاركة في هذه الجريمة بصمتها ومن خلال سياسة إغلاق المعابر والخنوع والهرولة وراء خيارات التسوية. تهاون حكامنا وتقاعسهم وتخليهم عن واجبهم هو الذي أتاح الفرصة، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لليهود، للصهاينة، ولمن يساندهم من أجل أن يمضوا في مسلسل هذا الإجرام. وبقدر الغضب من مواقف الدول العربية التي وصفت بالمتخاذلة، نوه المتظاهرون بالمواقف التركية ورفعوا صور رئيس وزرائها، كما رفعوا صور أبطال المقاومة التي اعتبروها الخيار الوحيد الذي تبقى لمواجهة غطرسة كيان الاحتلال الإسرائيلي. على النظام العربي أن يعلن أن له خيار آخر هو خيار المقاومة، وأن يعلن عن دعمه للمقاومة. جريمة كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد قافلة الحرية حركت الجماهير الشعبية، لكنها لم تحرك فيما يبدو الدول العربية التي اكتفى معظمها بإصدار بيانات تنديد لم تكن كافية لاحتواء غضب الجماهير الشعبية التي طالبت بمواقف تكون في مستوى الجريمة المرتكبة. نرد أجار العالم، الرباط. طبعا نحن وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، لكن بدي أذكر مشاهدينا أنه نحن بكرة برنامج صباح جديد مفي بسبب طبعا القناة، قناة العالم قامت سوف تقوم بتغطية من مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لنقل صلاة الجمعة التي ستكون من هذا المكان للإمامة السيد علي الخامنئي، طبعا لقائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي خامنئي. فعذرا منكم مشاهدينا، فيعني بتعرفي المناسبة عزيزة جدا وعلينا بهذه التغطية. نحن هيك بنوصل لنهاية مشوارنا الصباحي لليوم، نتمنى نكون قد وفقنا بما قدمناه لكم من فقرات ومواضيع متعددة ومتنوعة. رح أعيدكم مرة أخرى، عيد مبارك، طبعا عيد مبارك بولادة سيدة العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أكيد يوم السبت في إلنا لقاء معكم. إلى اللقاء، نترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.